أقل من 5 ساعات كانت كافية ليصل الجيش اللبناني إلى داخل بلدتي حورتعلى وبريتال وجرودهما، وذلك في إطار الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البقاع الشمالي. مدججا بعشرات الأليات ومعززا بالمروحيات، دهم الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي عشرات المنازل من دون أن ينجحوا في القبض على عشرات المطلوبين الذين يقول الأهالي أنهم فروا منذ أيام. يلقطوهم، أنا من 20 سنة أقول لهم لقطوهم. بس ما لقطوهم. ما بعرف لقطوهم، بدها الطيارات وبدها القوة وبدها يجيبوا 4 عسكري بيلقطوهم بياخذوهم. حاجة يجرسوا فينا يا عمي. نحن عندنا كم مطلوب، عم تعملوا لهم خطط أمنية. عندنا 10,000 شاب عاطل عن العمل، ما بتبرموا لهم على فرص عمل. عم تعملوها مقبل طرابلس وعرسيل، روحوا برموا على الحرمية الكبار، على الوزراء وعلى النواب اللي عم يسرقوا، هول مطلوبين عم يبرموا على لقمة العيش. الإنجاز الذي تحقق كان الإعلان عن نجاح شعبة المعلومات في بريتال بإلقاء القبض على سوريين يشتبه بتورطهما في خطف الفتى ميشال إبراهيم الصقر. وفي موازاة ذلك رحب الأهالي بالخطة الأمنية بكثير من الحذر. حطونا بريتال محل ما حدا بيرغب يكون فيه، لا هي ولا أهلها. ما بعرف مين الجهة اللي حطت بريتال بدها إياها بالصورة هاي اللي تكون موجودة فيها. لغاية في نفس يعقوب ما بعرف إيش. يعني المطلوبين بريتال بشكله نسبة 1 على 1000. جغرافية بيتي حد أحد المطلوبين يا خيي، هو قرابتي أنا، ما بهدلوه للصبي وركعوه بالأرض وضربوه. هذا شغل ما بنقبل فيه. يعني إذا بيكون مداهم على يعني الشكل هذا، لا نحن ما بنقبل مداهم. بس بالإجمال ماشي الحال. الخطة الأمنية لن تتوقف قبل الوصول إلى مبتغاها، تقول مصادر أمنية للأم تي في، وهي ستنتقل في الأيام المقبلة إلى الدار الواسعة وحي شراونة في بعلبك، على أن يكون الختام في عرسال. حتى الآن يبدو أن الساعات الأولى للخطة الأمنية لم تتكلل بكثير من النجاح على خط توقيف المطلوبين. عسى أن تحمل الأيام المقبلة برهاناً أوضح على جدواها. من بريتال، هيثم خواند، MTV.